السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في حلقة ثانية من حلقات الأخلاقيات السلوكية أو السلوكيات الأخلاقية. كنا نتناول طعام الإفطار في مدينة اسطنبول في العام الماضي في رمضان مع مجموعة من الشباب في أحد المطاعم اليمنية، واستقللت عدد حبات التمر، وكانوا 3 حبات، وطلبت من زميلي الذهاب للشقة التي كنا نأتي بالمزيد. فنصحني معاتبا ان هذا ليس جيد، لان القائمين على تقديم الطعام يوفرون لنا هذا، فان اتينا باكثر من هذا فقد يشعرون بان ذلك مهانة لهم. واستمريت في الطلب وكنت مخطئا، واستمر صاحبي في الاصغر في السن في تربيتي التربية السلوكية كي اكف عما اقول، فاستمعت واصغيت له. وفي نفس الوقت او بعد دقائق دخل علينا شابا اعتقد انه كان من اللاجئين السوريين، وكان ما دون 20 من عمره، ممتلئ البنية وصحيح المظهر، ولا ندري ما بداخله من مشاعر، طالبا صدقة أو أن يتناول معنا طعام الإفطار. وكان الطعام على مائدتنا شهيا ووفيرا، وكنت أنظر إلى كسرة عينيه وهي كسرة مؤلمة، كسرة ألم سؤال الحاجة. فجاء العامل في المطعم طالبا منه الخروج من المطعم، فلم أبادر أنا بالدفاع عنه أو دعوته لتناول الطعام الوفير، وهو معنا الطعام وفير. ودافع عنه الجالسون على طاولة أخرى قائلين العامل آتي بكرسي وطبق وسوف نجعله يأكل معنا. كان لزاما علي أن أدعوه ولو كنت أشعر بأنه قادر على الكسب والعمل، لأن ما كان يدور بخلدي في هذه الآونة هو مظهره العام من القدرة على العمل والتكسب، وليس باطنه الأليم الذي لا أدركه ولا أصل إلى حقائق أغواره. كانت لذة الطعام والجوع القارس لحظة الإفطار عندي أقوى من رغبتي في عمل الخير، وهذا خطأ. وهذا ما نستطيع مقارنته بما فعله الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، حينما دخل عليهما مسكينا ويتيما ثم أسيرا وهم يتناولون طعام الإفطار كمثلنا أو كمثلي لثلاثة أيام متتابعة. وكان الفارق بيني وبين الإمام علي عليه السلام ورضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء أنهم لم يكونوا قادرين على شراء طعام آخر لنفس اليوم، أما نحن فكانت درجة القدرة والاستطاعة عالية جدا عندنا ولم نفعل، هم فعلوا ولم نفعل، فذلك هم سجلوا وخلدوا في قرآن يطلى أناء الليل وأطراف النهار ونحن لم نسجل. وهنا نأتي لنأخذ مثلا تربويا في التطبيق الفعلي لصدق المشاعر والشعور بحاجة المسكين وعدم الخداع بالمظهر والترحم والتلطف في خدمة من لا نعرف، وعدم الحكم على من يسأل، لأن السؤال مذلة والحاجة قاهرة، ونظرة الشفقة على الآخرين أشد إلاما على أنفسهم من آلام تكسير عظمهم وتمزيق أحشائهم. وهذا درس آخر في السلوكيات الأخلاقية التي لابد وأن تتوافر عند من يدعون أنهم من العاملين الإنسانيين الخادمين للقضايا الإنسانية المجتمعية والدينية. من أمثالي أنا المدعي، فهل هذا ما نسميه بالنفاق الأسود؟ والعياذ بالله، الله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.